التابعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع روائع التابعين. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، بنجدد اللقاء مرة تانية مع تابعين جليل، والحقيقة سيرتهم والمواقف اللي احنا بنحاول ان احنا نسلط الأضواء عليها أكيد دي دروس تربوية جميلة جدا وعالية جدا، بنتعلم من خلالها قد ايه الجيل اللي تربى على ايد الصحابة والصحابة اللي تربى على ايد النبي صلى الله عليه وسلم هي سلسلة من النور كلها بتوصل لبعضها. انت بتوصل من الأصل، من الشمس الكبيرة، والشمس بتوصل للي بعدها واللي بعدها بتوصل للي بعدها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال خير الناس قرني، لأنهم كانوا أقرب الناس للنور، لنور الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، نور القرآن ونور السنة، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، كل ما تقرب من السنة. ولذلك شوف أحد يقول إيه، طب ما احنا بعدنا قوي، ده احنا على بعد أكتر من 1400 سنة. لأ، لأن النبي حب يقرب لك المسألة صلى الله عليه وسلم، فبيقول لك ما تحزنش إذا كنت أنت بعيد في السنين أو في العمر من بعد النبي عليه السلام، لكن سنته موجودة وكتاب ربنا موجود. فعشان كده قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، وإنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. يبقى كان النور كله في عهد النبي عليه السلام أكبر قدر من النور في حياة الصحابة اللي كانوا قريبين من مصدر النور. ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، طب والأجيال اللي جاية بعد كده؟ في الكتاب والسنة موجودين، قربوا هتنوروا، قربوا ربنا هيكرمكم، قربوا هتلاقوا نفسكم بفضل الله يعني فعلا خير أمة أخرجت للناس. تعالوا نلتقي النهاردة مع تابعين جليل وهو صلة ابن أشيم العدوي. حقيقة الراجل ده قصته عجيبة جدا، هو تابعي مخضرم، تابعي مخضرم، عاش في زمن النبي وأسلم لكن ما شافش النبي، فلما ما شافش النبي اعتبر تابعي. واحنا قلنا ان الصحابي لازم يقابل النبي يؤمن ويموت على ايمانه، لانه لو ارتد بعد وفاة النبي عليه السلام خلاص ما بقاش صحابي. هذا الرجل كان عابدا زاهدا، كان من عباد الليل وفارس من فرسان النهار، كان بيصلي من حبه للصلاة، كان مولع جدا بالصلاة وقراءة القرآن وقيام الليل والصيام، لدرجة يا جماعة انه كان يفضل يصلي لحد ما يجي على السرير بتاعه والفراش بتاعه يوصل له زحفا، مش قادر يقوم على رجليه من كثرة ومن شدة القيام. في نفس الوقت كان مربي فاضل وكان معلم قدوة، وانت عارفين كما قال علماءنا ان انت لما تعوز تتعلم من عالم بتتعلم من لحظه قبل لفظه، يعني بتتعلم من احواله، من خشوعه، من توكله، من تقواه، من ايمانه، من عبادته، قبل ما تتعلم من علمه والكلام اللي هو بيقوله. سبحان الله، تعالوا نشوف قصة عجيبة جدا توضح لك قد ايه الراجل ده كان مولع بالعباده وكان محب جدا للعباده، وحبه للعباده ده فرع من محبته لله سبحانه وتعالى. يعني كونه انه بيحب العباده دي يبقى اكيد هو بيحب ربنا، لانه مين اللي امره بالعباده دي؟ الله سبحانه وتعالى. ففي يوم من الايام كان خارج في غزوه من يعني في غزاه الى بلاد كابل، كان نفسهم يفتحوا البلاد ديت عشان يدخلوها الاسلام، وهو ده هم المسلم كما قال ربيع بن عامر لرستم قائد جيوش الفرس لما قال له من أنتم ومن الذي جاء بكم إلى هنا؟ قال له نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. فهم خارجين، اللي بيحكي القصة ده واحد اسمه جعفر بن يزيد. جعفر بن يزيد بيقول احنا كنا خارجين في غزاء إلى كابل، واحنا رايحين هناك بيقول كان معانا صلة بن أشم العدوي. قالوا أنا طبعا
أول مرة ألتقي بيه، لكن بسمع عنه كلام كبير جدا، بسمع أنه ما شاء الله في قيام الليل إيه وصيام إيه وعبادة إيه وقراءة قرآن وذكر، حاجة الله أكبر يعني، لدرجة أنه كنت أسمع أنه يفضل يصلي لحد ما يقدرش يرجع لفراشه إلا وهو زحف على إيده ورجليه من كتر ما رجليه بتورم من شدة العبادة والقيام بين يدي الله سبحانه وتعالى. قال لكن لما خرجنا ودخلنا على بلاد كابل كده عشان نغزوها، حبينا نستريح في مكان ما. فلما استريحنا فوجئت بصلاة ابن أشيم بعد صلاة العشاء مباشرة وصلاة السنة، راح إيه؟ راح داخل نايم. قال فخذلت، أصابني غبن شديد جدا. إيه اللي حصل ده؟ معقول هو ده اللي أنا بسمع عنه إن هو ما شاء الله قيام وعبادة وصلاة يروح ينام بعد العشاء؟ لا 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 لا، ده أكيد أنا سمعت كلام غلط أو انضحك عليا. وبعدين قلت في نفسي إيه؟ طب ما تراقبه، شوف هيعمل إيه؟ وشوف احواله عامله ازاي. قال فضلت مراقبه وعامل نفسي ان انا نايم ومفتح عينه مغمض عين كده لحد اما الناس كلها نامت، وصلى فجاه بيبص يمين شمال الكل نام، راح قايم بالراحه وراح متسلل كده زي القطط كده واخد بالك، وراح خارج من المعسكر بتاع الجيش ده وراح داخل في الغابه وسط الاشجار والزروع، الكلام ده بالليل وداخل الغابه. قال فتسحبت ومشيت وراه. جعفر بن يزيد بيحكي القصة بدقة جميلة جدا، أنا عن نفسي بحب أسمع القصة دي قوي. فبيقول مشيت وراه لحد ما دخل الغابة، استخبيت ورا شجرة، فلقيته دخل واتوضى، واخد معاه شوية مية، اتوضى وصف قدميه بين يدي الله وصلى وبكاء ونحيب وعمال بقى قمة في الخشوع. بيقول فجأة حصلت مفاجأة لا تخطر على قلب بشر. ايه المفاجأة اللي حصلت؟ بيقول فجأة لقيت أسد صوته بيصدع الجبال، حاجة صعبة جدا، أنت عارف طبعا الأسد عامل إزاي يعني. فبيقول فجأة لقيت صوت أسد، والأسد ده متجه نحو صلة بن أشيم. قال أما عني أنا، عن نفسي أنا طبعا أول ما سمعت صوت الأسد على طول رحت طالع فوق الشجرة، خفت من الأسد. بيقول فلقيت الاسد بيقرب من صلة بن أشيم، الحكايه دي بيحكيها الامام الذهبي في كتاب سير اعلام النبلاء. بيقول لقيته بيقرب من صلة بن أشيم. بيقول فظننت ان صلة هيترك الصلاه ويجري عشان يلحق نفسه، وطبعا هو مش هيلحق لان ده اسد يعني سرعته قويه جدا، بس بيقول على الاقل يعني هياخد بالاسباب ويجري. بيقول فلم يتحرك. قلت مش ممكن، الراجل ده فيه ايه بالظبط؟ بيقول والاسد راح مقرب منه، وصلى عمال بيصلي وبيبكي، وانا بقول في نفسي ايوه دلوقتي هياكله شويتين، الاسد يبعد شويه ويقوم داخل عليه تاني، اقول هياكله دلوقتي، لا المره دي اكيد هياكله مش هيسيبه يعني. وكل ده والاسد عمال يقرب وصلى عمال يصلي ويبكي، وفجاه راح الاسد قعد جنبه وما قربلوش وصلى، ولا كان حاجه حواليه، ولا كان اللي حواليه ده مثلا قطه صغيره مثلا ولا حاجه. فضل يصلي وكمل صلاته بكل هدوء وسكينة. سبحانك يا ربي. شوف لما النبي بيقول وجعلت قرة عيني في الصلاة، لما الواحد النهاردة دبانة بتيجي عليه وهو بيصلي بيفضل يعني عايش في صراع ومشاكل عشان خاطر دبانة، ودوت سبحان الملك ده أسد عمال بيزقر وصوت الأسد أصلا يعني يصدع القلب، ورغم ذلك لم يتحرك. فضل يصلي لحد اما كمل الركعتين بتوعه ومطول وبراحته، واول ما سلم راح باصص للاسد وقال له التمس رزقك في مكان اخر يا ابا الحارث. ابو الحارث ذي كنيه الاسد، ده اسم من اسماء الاسد. فقال له التمس رزقك في مكان اخر، انا ما يعني ما ينفعش تاكلني، انا راجل بعبد ربنا وقريب من ربنا، فما ينفعش تكون روح كل اي حد تاني. قال جعفر فذهب الاسد وصوته وزئيره يصدع الجبال. وفضل صلة بن أشيم يكمل صلاته وعمال شغال ما شاء الله بكاء ونحيب وخشوع بين يدي الله، وفضل كده لحد قبل الفجر بحوالي مثلا ساعة، وراح داخل المعسكر وراح متغطي وكأنه نايم طول الليل عشان محدش يعرف انه كان بيصلي قيام الليل. نزل جعفر من على الشجرة ومشي ورا صلة ودخل المعسكر،
يعني يدوب نام ساعة عشان يقوم يصلي صلاة الفجر. قال فنظرت إلى صلة فكأنما يعني كان نايم على الحرير، كأنه نايم على الحرير قايم، ولا كأنه كان بيصلي قيام ليل، ولا كأنه تعبان ولا أي حاجة. قال أما أنا فبي من التعب ما لا يعلمه إلا الله. سبحان الله، الواحد لما بيقعد يتأمل في قصة زي كده بيقول حاجة عجيبة جدا. هل ممكن إنسان يوصل لمرحلة من خشوعه وحبه لله سبحانه وتعالى ومن عبادته إن ربنا سبحانه وتعالى يسخر لي المخلوقات زي كده؟ دي حصلت على فكرة كتير جدا. ومن ضمن المواقف الجميلة اللي تفكرني بالموضوع دوت سيدنا سفينة اللي هو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي في يوم من الأيام كان راكب مركب مع بعض الناس والمركب غرقت وكل الناس غرقت إلا سفينة، تعلق بلوح خشب ووصل لجزيرة. والحكاية بيحكيها الإمام الحاكم بسند صحيح انه وصل لجزيره. فلما وصل للجزيره قال الحمد لله انا وصلت المكان يعني عشان نشوف ايه اذا كان في ناس عايشين في المكان ده ولا لا. بيقول ففجاه لقيت قدامي اسد، يعني خلص من البحر لقى قدامه اسد. بيقول فلما نظرت وجدت امامي اسدا فخفت منه، ولكن خوفي من الله كان اعظم من خوفي من ذلك الاسد. بيقول فقربت وما خفتش، مع ان الاصل في البشر انه مش عيب انه يخاف ولا حرام انه يخاف من اسد، ده اسد يا جماعه. طب وهو مش مطلوب مننا ان احنا نخاف من ربنا اكتر؟ ايوه، الفرق بين خوفك من الحاجات اللي زي كده وبين خوفك من ربنا ان خوفك من الاسد ممزوج بالكره، انت بتكرهه لانه ممكن يموتك، لكن خوفك من ربنا ممزوج بالحب. واضح الفرق يا جماعه؟ بيقول فالاسد فضل يبص لي ويمشي قدامي وكأنه بيقول لي تعالى امشي وراي أنا هوصلك للي أنت عايزه. ربنا بيسخره، لأن ما من دابة إلا هو الله إلا هو آخذ بناصيتها. ما تخافش، ده سيدنا يونس عليه السلام نزل في بطن الحوت والمولى عز وجل يوحي إلى الحوت أو يلهم الحوت ده بأنه إن يونس عليه السلام ليس لك طعاما ولا غذاء وإنما جعلت بطنك سجنا له فلا تهشم له عظما ولا تأكل له لحما، اوعى تأكله فما يأكلوش خلاص، حتى لو كان الحوت ده جعان ما يأكلوش بأمر من الخالق سبحانه وتعالى. وإن من شيء إلا يسبح بحمدي ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فشاهد في الموضوع إن سفينة رضي الله عنه وارضاه فضل ماشي ورا الأسد والأسد يوصله من حتة لحتة ويرجع يبص له كأنه بيقول له امشي ورايا. بيقول فضلت ماشي وراه لحد ما شفت دخان طالع فعرفت ان في ناس قاعدين في المكان دوت. قال فنظر الي الاسد ورايت الدموع في عينيه وكانه حزين لفراقي. الله، الناس دي كلها يعني اكيد اكيد من قربهم من ربنا وحبهم لربنا وعبادتهم لربنا ربنا سخر لهم الكون. ده عقبه بن نفع لما راح يفتح مدينه القيروان قالوا له المدينة مليانة بالأسود والأفاعي، قال لهم لا عليكم ما تخافوش ما فيش مشكلة. ثم نادى أيتها الأسود أيتها الأفاعي أيتها العقارب، إن أصحاب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم جئنا لنعلي راية لا إله إلا الله فأفسحوا لنا الطريق. يقول الإمام الذهبي فخرجت الأسود تحمل ولدانها وخرجت الحيات تحمل ولدانها وأفسحت الطريق لجند الله ففتحوا القلوب قبل الأمصار. إن الكون ده كله عارف مين هو ربنا وعارف مين هو حبيبنا صلى الله عليه وسلم. النبي قال كده كما في السلسلة الصحيحة ما من شيء في السماوات ولا في الأرض إلا ويعلم أني رسول الله إلا عصاة الجن والإنس، هم دول بس اللي ما يعرفوش النبي ما يعرفوش قدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والأمثلة كبيرة قوي، ربنا قادر يسخر لك الكون ده كله. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. كانوا بيسمعوا صوت تسبيح الطعام في إيد النبي، وكانوا بيسمعوا صوت تسبيح الحصى في إيد النبي، والجزع حن للنبي لفراق النبي، والحديث في البخاري. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه في يوم من الأيام لما أرسل جيش عشان يحارب على بعد شهر من المدينة المنورة، ويقدر ربنا سبحانه وتعالى أن الجيش كاد أن يهزم، وإذا عمر بن الخطاب وهو في خطبة الجمعة مرة واحدة ترك الخطبة وراح مستدير وقال يا سارية الجبل يا سارية الجبل، يعني يا سارية اللي هو قائد الجيش إلزم الجبل. بعد شهر يرجعوا
ويسألهم عمر بن الخطاب ماذا كيف صنعتم في حربكم؟ قال والله كدنا أن نهلك، كدنا أن نموت، لولا أن سمعنا صوتا والله يشبه صوتك يا أمير المؤمنين يقول يا سارية الجبل، فتحصنا بالجبل وجعلنا الجبل خلف ظهورنا وقاتلنا الأعداء فانتصرنا. فقال ابن عمر هو أمير المؤمنين عمر، هو اللي كان بيقول يا سارية الجبل. ربنا تولى توصيل صوت عمر بن الخطاب لحد ما يوصلهم على مسيرة شهر ويوصل هناك ويتحصنوا بالجبل وينتصروا بفضل الله سبحانه وتعالى. عمر بن الخطاب اللي لما عمرو بن العاص فتح بلاد مصر، وكان أهل مصر في هذا الوقت لهم عادة سيئة، في شهر بقونة كانوا يجيبوا جارية من أجمل النساء ويجملوها بالذهب ويروحوا يدوا لأهلها بتقلها ذهب ويرموها في النيل عشان يرضى النيل عنهم عشان تفيض المياه بتاعته، وكان النيل كان نزل 16 متر والمية خلاص أجدبت، وأهل مصر لا يستطيعون أن يقيموا في هذه البلد إلا بفضل الله سبحانه وتعالى أولا ثم بمياه النيل. فلما المياه جفت خلاص الناس تاني يوم محضرين نفسهم ان هم يمشوا خلاص من ارض مصر، واذا بالمفاجاه عمرو بن العاص لما سمع الكلام ده وقالوا له لازم نعمل كذا وكذا ونجيب بنت نشتريها وندفع ثمنها ذهب ونحليها بالذهب ونرميها في النيل ارضاء للنيل، قال هذا لا يكون في دين الله، وان الاسلام يجب ما قبله، مش ممكن ان احنا نعمل ده، الكلام ده كله جاهليه وده شرك بالله سبحانه وتعالى ان احنا نعتقد ان النيل ينفع من دون الله. وأرسل الرسالة لعمر بن الخطاب قال لقد أنصفت وأحسنت وإن هذا لا يكون في دين الله، وسأرسل إليك رسالة فإذا وصلتك ستجد فيها بطاقة، فإذا وصلتك البطاقة فألقها في نهر النيل. وتوصل الرسالة وفيها البطاقة مكتوب عليها من عبد الله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى نيل مصر، بيكلم نيل مصر، أما بعد إن كنت إنما تجري من قبلك بجدعنتك أنت يعني وبتدينا المية دي جدعانة منك فلا تجري، مش عايزينك تجري، وإن كان الله عز وجل هو الذي يجريك فنسأل الله عز وجل أن يجريك. أهل مصر خلاص شايلين المخالب بتاعتهم وماشيين تاني يوم رحلين من أرض مصر مش قادرين يعيشوا، وإذا بالنيل يفيض 16 مترا في ليلة واحدة، من أطاع الله طوع الله له الكون كله. هم كالملائكة في السماء.